أجل حرية ديمقراطية عزل من أجل وحدة السودان حر يا متين شرفاء. أشكر جميعا على حضور هذه الندوة وحضور التلقائي من كل الممثلين القوى السياسية. وفي الحقيقة طبعا أرجو يعني أنا أشكركم على الحضور التلقائي والحضور المرن. يعني حضور ما فيه زي ما بيقولوا الندوة ما فيه زي ما بيقولوا الدفع المقدم، يعني بس فقط الناس حضروا عشان يسمعوا كلام السودان وكلام الدارفور. وكل السودان طبعا أنتم عارفين بيعاني من المشاكل كثيرة جدا. وبهذه المناسبة وبرضه أنا يعني في الحقيقة أشكركم، وبرضه أنا ترقبكم على أن تسمعوا كثير من حركة تحرير السودان، وخاصة بعد التوقيع على الأبوجة وانهيار الأبوجة وغيرها من المحطات المختلفة التي يعني في الحقيقة نحن مرينا فيها. وأيضا طال الزمن بأن نلتقي بكم، ولكن طبعا اعذرونا يعني لأن الظروف في الفترة السابقة كانت يعني متقلبة من هنا وهناك. وأيضا يعني في الحقيقة في نفس المناسبة برضو أذكركم أنه كانت المحتوى يعني محتوى بتاع انتباه أبوجة قد يعني الناس نوركم، لكن نحن في أبوجة كان الناس يفتكروا أنه الناس وقعوها لسمن ما أو لغيرها، فهذا ليس صحيح لأن محتواها في فكرتنا كانت يعني لدينا كثير من التكتيكات والاستراتيجيات، إلا أننا طبعا اكتفينا بالتكتيكات يعني في الفترة معهم. وتم سيناريو انتصار الجنوب وكذلك سيناريو بتاع مخاطبة الآن وسكان السودان بالجهويات وغيرها. وبالأخير ظهرت أنه يعني كل من يريد الحق يتحدث عن جهويته أو منطقته وثم يأول إلى القضايا السياسية بطريقة ثنائية، فكانت للأسف الشديد لأن السياسة والممارسة بتاعة 20 سنة بالحكم القهر أو 22 سنة بالحكم القهر بتاعة المؤتمر الوطني وحكم الفرد. وفي هذه الفترة في الحقيقة يعني برضو الناس عشان يعرفوا انه الفترة ما بين 1/1/2005 الى 1/7/2011 كانت هذه الفترة هي فترة مقدسة لمجتمع السوداني وخاصة المجتمع الجنوبي الذي عانى 50 سنة ضروبات والقتل وغيرها، وكذلك المجتمع الدولي الذي كان ايضا عازم ان يحافظ المؤتمر الوطني في سدة الحكم ضمان اي شيء اخر فقط لتنفيذ نيباشا. وفي تقديرنا في ذلك الوقت يعني غير مناسب لحشر الارواح والقتل والحروبات وغيرها، طالما ازاله المؤتمر الوطني من ضمن الممنوعات في ذلك الوقت. فلنستفيد تكتيكيا في هذه الفتره من هامش الحريات المنصوصه في الاتفاقيات المختلفه سواء كان نيباشا او ابوجا او القاهره او غيرها، مع الاحتفاظ بالقوه العسكريه. وكان الشعب السوداني ايضا على امل ان يقوم المؤتمر الوطني لانجاز سحري لانقاذ نيباشا بطريقه مقنعه للجنوبيين، يعني هذه الطريقه التي ممكن تبنى وتؤدي الى وحده التطوعيه، وبالتالي التحول الديمقراطي والاتاحه الحريات التي هي طبعا من المطلوبات واسباب حمل السلاح للسودان كله، وتزول ايضا حمل السلاح بنجاح هذا الامل. ولكن للاسف الشديد طبعا كل هذه الامال خابت في فتره لان المؤتمر الوطني تشدق وتخلف في اهدافها ذاتيه. وفي هذه المرحلة أيضا الحركة تضمنت كثير منها يعني أو استفادت كثير من النقاط منها، يعني ترفيع المستوى السياسي والتدريبات النوعية لقواتنا التي هي يعني الآن جاهزة لأي عملية. بدلا كان الاعتماد على القوات بالكم، الآن يعني أصبحنا نعتمد جاهزين بالكم وكيف، بما في ذلك التسليح النوعي والتدريب النوعي. أما هذه المرحلة طبعا قد وضعنا كثير من الملامح، طبعا أنتم تقريبا قد سمعتم من الإخوة
من حيث الجهويات والتنظيمات السياسية بمقترحاتها والقراءة المختلفة وغيرها. وكل هذه الأشياء نحن في الحقيقة في هذا الظرف الحرج للسودان نريد أن نمثل رسالة للناس بأن يتعاطفوا ويتعاونوا كل على اتجاه الرؤى، وليس ما بالضرورة تكون منضوية تحت الحركة الواحدة، لكن بالضرورة أن يكون فيه تكون هناك رؤية، وهذه الرؤية قد تأتي من المواقع المختلفة ومن التنظيمات التي مختلفة، ولكن علينا أن نتحد جميعا بإسقاط هذا النظام. وبعد إسقاط هذا النظام علينا أن نقنع وإياد ونعيد صياغة السودان من جديد، وأيضا لدينا عمل إذا حصل تحول ديمقراطي وهناك إتاحة الحريات وكل هذه الأشياء، أيضا في وقت ما نعيد وحدة السودان مع الأخوان الجنوبيين، لأن المسألة الآن أصبحت مسألة بتاعت المرض أو الإلة في من المكنة، وإذا مكنة عملت طبعا دائما الناس يعني يشوفوا المكنة ويربطوها يعني بقصة المرض قصة الفقر. ولذلك وفي الحقيقة نحن طرحنا رؤية شاملة، وهذه الرؤية قد تكون هي ما شاملة بمفهوم الناس كلها، لكن قد هي يعني عمل البشر، وعلينا أن نتعاون جميعا مع الشعب السوداني. أما في الجانب الأساسي أنا دائما أتكلم معكم في الحقيقة، وبرضو أشكركم على يعني صمودكم ووقوفكم مع قضايا الوطن وقضايا البلد بصفة عامة، ولكن يعني نبشركم بأننا الآن أقوياء من أي وقت مضى من حيث الكم والقوة العسكرية والسياسية والتفكيرية كذلك، لأن القوة العسكرية الآن مجهزة تدريب جاهزة جدا، وأيضا قد صدقوا بأن يتصلحوا تصليح طيب جدا وكويس جدا ومتقدم جدا، وإن لم تكن متوازنة مع المنطقة الوطنية قلت لكم القوة من حيث التدريب والعتاد وكمل وغيرها، فكل هذه الأشياء إذا لم تضغط كثير من المؤتمر الوطني، وبالتالي نحن بنناشد كل القوى السياسية وكل الأخوة السودانيين بصفة عامة والأهل الدارفور خاصة وكل القوى السياسية، فعلينا أن نتعاون وطبعا ماضي خطما بالتعاون مع كل القوى السياسية. وأنتم قد سمعتوا الاتحاد أو التحالف التم بيننا وبين نصر واحد، فهذه هي خطوة كبيرة جدا، ونحن نسعى لتوحيد القوة القوة حركة تحرير السودان مفضلا بطريقة كاملة، وكذلك وصلنا مع العدل والمساواة في برنامج سياسي موحد أو على الأقل في الأرضية المشتركة للعمل مع بعض، وكذلك وصلنا مع حركة التحرير والعدالة في التنسيق أو مش التنسيق أكبر من التنسيق في التحالف، وأيضا لدينا الآن حوارات مع القوى السياسية أخرى حركة الشعبية الشمال وبمختلف المناطق الموجودة وبمختلف القوى السياسية الموجودة في الخطوبة الآن، لدينا الحوارات وهذه الحوارات قد تنجح في وقت قريب جدا، لكن أنا دائرة أكد لكم في هذه المناسبة إن المؤتمر الوطني مهما تعاوننا سياسيا لم نتعاون عسكريا لم نستطعه أبدا، لأنه المؤتمر الوطني لا يؤمن إلا بقوة العسكرية بقوة عسكرية. أما في هذه المناسبة والكلمة الأخيرة أريد أن أشكركم الحقيقة على هذا الحضور، وأشكر كل القوى السياسية التي حضرت في هذه الندوة وكل الأخوة الذين تكفلوا مشاق من مختلف المدن في بريطانيا العظمى عشان يصلوا من بيرمنغهام لهذه المناسبة، ونتمنى لكم التعاون والوصول والعمل مع بعض للوصول لأهداف الثانية وهي إعادة صياغة السودان من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.